السلام عليكم أعزائي المشاهدين، نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم جبت لكم واحد الوصفة ديال المملحات سهلة اقتصادية زوينة، وصدقوني كتجي رائعة. إن شاء الله غادي تعجبكم. نبدأ على بركة الله. كنحتاج للوصفة 4 ديال القطع الجبن، نصف كأس من الزيت الزيتون، نصف كأس من الماء، ملعقتين كبيرتين من الزبدة المذابة، قليل من اللوز اختياري للتزيين، 100 غرام من الجبن الأحمر، ملعقة كبيرة ممسوحة من الملح.